محمد العنزي، هل فعلا هذه الفترة فترة توقف لم تكن في صالح الشباب بالذات؟ أتفق معه، نعم، أنه كان المستوى الفني للشباب في تصاعد، ودائما مثل هذه التوقفات تؤثر على الأندية. الشباب أبو لطيفة يمر في كثير، ترى على فكرة، من المشاكل لديه، ولكن حظ الشباب أو قدر الشباب أنه الإعلام متوجه للنصر دائما ومشاكل النصر. فإحنا شفنا لاعب سيبا، يعني نعرف الظروف الإنسانية، ونعرف أنه من حق الشباب رفع أوراقه للفيفا والسماح بفسخ العقد، وهذا عمل احترافي تشكر عليه إدارة نادي الشباب. ولكن ما ترتب على هذا الفعل أيضا، كان يفترض أن يتم من إدارة نادي الشباب احتوائه حسب مصادري الخاصة، أنه قائد الفريق بنيقة سبب الخلاف اللي بينه وبين إدارة الشباب، اللي على ضوءها حتى أزال بالبايو حق تعريف أنه لاعب في نادي الشباب، كان بسبب سيبا، أنه رفع خطاب أو رفع إيميل للإدارة كقائد للفريق، أنه كان يفترض تقدير الظروف للاعب الإنسانية. طيب، ولكن صدم بالرد القاسي من الإدارة، فبالتالي حدثت مشكلة من هذا الموضوع. بس ترى للشيخ ينفي هذه المشكلة، واللاعب نفسه قال أنا أصلا من زمان البايو مشيول. أنا قلت لك من مصادري الخاصة، هي ذات المصادر اللي تأكد أنه لاعب من صحافة جدة سينتقل إلى صحافة الرياض خلال الفترة الشتوية ب4 مليون ريال. الصحافة يعني من الاتحاد، والصحافة في الرياض يعني الشباب، ولا أنا غلطان؟ من هو طيب؟ أنا قلت لك معلومة لتؤكد معلومة سابقة ذكرتها. بس راح الصحافة، من هو؟ ذكرني، تكفى ترى، يمكن لا أنا يمكنني أنسى أبو لما، ذكرني عشان نضغط فيها ماجد. عندك مستشارين ماجد وعبد الله الاسند، فيهم الخير والبركه يذكرون. ها؟ حد ذكر شيء؟ ما لقيت الا انا. شويه زهايمر على شويه مدري. هذا ترى ممكن يقول لك بعد شوي رومارينيو اللي رايح، ترى عادي ينكب انمار مع اداره مع جمهوره. بيت طيب. لا هذه معلوماتي الخاصه، المعلومات الخاصه اللي ان شاء الله اني متاكد منها. بينتقل ولا انتقل قضى؟ الفترة الشتوية تحدد هل الكلام هذا صحيح أو لا. ما من يقصد أبو سليمان؟ حيرني والله. والله طبعا الإعلام كثير الكلام يخرج من هذا اللاعب، مثلا سمعنا سابقا عبد الرحمن غريب قريب جدا من نادي الهلال، سمعنا فهد المولد. الأهلي في التحلية مو في الصحافة. لا وسمعنا فهد المولد ممكن ينتقل، هذا كلام بس ما في شيء على أرض الواقع. يعني وكلها لما تقرب يعني فترة الانتقالات تكثر الحديث، ممكن تكون بعضها صادق، ممكن بعضها تكون من وكلاء اللاعبين حتى يرفع قيمة هذا اللاعب. هذه أمور تحدث في جميع أنحاء العالم، جميع الدوريات، أنه وكلاء اللاعبين يسربون أخبار ولا شائعات ربما بتقول حقيقة، يعني فعشان رفع قيمة اللاعب. بس بالنسبة لي والله ما عندي أي معلومات في انتقال أي لاعب من الصحافة إلى الصحافة. استشرنا المستشارين يا أبو لما، علمنا، لمح لنا دولي. أنا قلت اللي عندي يا أبو لطيفة في نهاية الأمر. أنا ماني ملزم أنا عارف أنت بنت ملزم، لكن ستحدد هذه المعلومة. ولكن أنا ذكرت هذه المعلومة كتأكيد على معلومة سابقة، أنه في مشاكل كثيرة في نادي الشباب، ولكن حظ نادي الشباب أيضا نادي الهلال وغيره من الأندية، الاتحاد أيضا عنده مشاكل، الهلال عنده مشاكل، بس أنه دائما النور والشمس للنصر، دائما الضوء للنصر، مشاكل النصر حتى لو ما عنده مشاكل تخرج مشاكل للنصر. فبالتالي النصر قدروا أن يتحمل كل هذه الأندية ويخفي عيوبها ومشاكلها. صحيح بس يمكن يجيك واحد يا أبو لما، اسمح لي خلنا نأخذ وجهة نظر الطرف الآخر، يقول لك مشاكل النصر نفسه هو من يصدرها للسطح. يعني شفنا الإقالات، البيانات تجاه التحكيم، البيان حق مصدر مسؤول، يعني النصر نفسه هو من يصدر مشاكل المشهد. في جزء صحيح اتفق معك، ولكن في الجزء الاكبر لا، مو النصر اللي صدر بين بسبب. يعني امس في حلقه امس تناقشنا عن موضوع، لما انت برضو رميت لك رميه كذا انه كم عدد البيانات. ترى على فكره فعليا لما ترجع اتحداك اذا تتجاوز 3 بيانات
لإدارة مسلي من مسك مسلي إلى يومك هذا، أتحداك يا أبو لطيفة إذا تجاوز الثلاث، تعال لنادي الاتحاد شوف كم بيان، تعال لنادي الشباب، تعال للأندية الأخرى، ستجد الكثير منها. ولكن لأنه دائما أي شيء في النصر يضخم، أنا هنا ماني محامي للنصر، لا أحامي عن النصر، ولكن أقول ما أشعر به، أقول أنه النصر قدره لأنه كبير ولأنه بدائرة الضوء. يا رجل في أندية حققت بطولة قارية قارية، ولا كأن الحدث تم ولا كأن الحدث موجود على أرض الواقع. طيب. كل النصر الضوء. يمكن هذا عمل كبير لا يدل إلا أن النصر كبير يعني. يمكن يجيك نفس الشخص اللي جاك قبل شوي وسأل قال لك طيب بيانات الاتحاد توضيحية من باب الشفافية بينما بيانات النصر غير. ما أنا قلت لك ثلاث بيانات للنصر لا تتجاوز بيانين بتحديدا بيانين، البيان الأخير عن التحكيم والبيان اللي سمي بالمصدر المسؤول، غيره ما في، كلها أخبار وكلها أشياء غيرها ما في، بس يعني يا وضع طبيعي. أبو لما أبو لما ولا مقطوع في واردك بس سريع عشان ما نبغى ناخذ الموضوع. أيوه يعني يمكن تكلمت للحلقة ما قبل الماضية أنه النصر مشكلته في حتى مش فنية ولا إدارية ولا عناصرية حتى، بل مشكلته تضاف إلى أنها إعلامية من داخل البيت النصراوي. يعني طريقة كتابة البيانات واضح أنه فيها عدم دراية إعلامية كبيرة، وتساءلنا من يشور ب يعني أنه هذا البيان تمام للجمهور، هذا البيان يخرج. يعني أنا عجبتني أنت يا محمد وأنا استشهدت فيك قبل أمس أنه محمد العنزي وضع 5 أسباب لمشاكل النصر كلها داخل أسوار النصر، ما خرجت خارج أسوار النصر. بيان النصر خرج خارج الأسوار وقفز تماما، وطالع بيان النصر ولا كأن في مشاكل في النصر ولا كأن في يعني سوء من اللاعبين ولا الإدارات الفنية وفراغ إداري بعدم وجود مدير تنفيذي ومشاكل كثير في النصر، تركوها كلها وتحدثوا عن التحكيم في مباراة حتى لو كانت مباراتين. مشكلة النصر يجب أن يأل. عجبني تصريح الأستاذ مسلي المعمر اليوم، ما في داعي للكلام، لكن كذلك ما في داعي لإثارة يعني الإشكال حول النصر. الهدوء مطلب في النصر. طيب. متى ما هدأ النصر ويعني التزم الاستقرار وبدأ يتخذ قرارات صارمة داخل البيت من مجلس الإدارة، أعتقد النصر راح يكون في. طيب. لأن النصر عنده البيئة الخصبة، اللاعبين المحليين والأجانب واضح كامل، يعني نادي ممتلئ تماما يعني. طيب طلعتوا